مرحبا، أنا طارق الجندي من اعزف.com. اليوم رح نتعلم أغنية من الموروث الموسيقي الفلسطيني، وهي موجودة بأكثر من منطقة اللي هي الدلعونة. نجي نتطلع، في عنا لحنين للدلعونة احنا حاطينهم هون، وفيه أكثر من لحن كمان. زي ما هو واضح عندي، سي بيمول ومينوس بيمول دليل المقام، فهو على بيات الري. اللحن الأول موجود بأول 6 مواتير، ونجي نتطلع إيقاعيا مكتوب عندي تتي تتي تا تي في تتي تا تا، مع النوت ري مي فا صول ري صول 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 فا مي، فبدأ تصير بهذا الشكل 1 2. كمان مرة، المزورة اللي بعدها مكتوب عندي تتي تا تي في تا تي في تتي تا تا، مع النوت صل صل فا فا مي ري ري مي فا فا مي ري، بتصير بهذا الشكل. نعزف اللحن الأول اللي هو عنده علامة الإعادة من أول 1 2. مع الإعادة اللحن الثاني ببلش من مزورة 17، ولكن اللي احنا حطيناه هون هو عبارة عن فاصل موسيقي، لأنه هذا اللحن معروف أنه كتير يستخدم في الدبكة ويستخدم في الأعراس. فنجي نتطلع على المزورة رقم 7 والمزورة رقم 8، مكتوب عندي تا تي في تا تي تا تي في تا، وبترجع بتتكرر مع النوت دو فا مي ري ري دو فا مي ري، مزورة 9 و10 دو فا مي ري ري دو فا مي ري. نحاول نعزفها من مزورة 7. مزورة 11 نفس النمط الإيقاعي تا تي في تا تي تا تي في تا، بترجع تتكرر كمان مرة تا تي في تا تي تا تي في تا، ولكن النغمات هون فا مي فا صول صول فا مي فا صول فا مي فا صول صول فا مي فا صول، فبدأ تصير بهذا الشكل. بعدين مزورة 15 بترجع للحن الأول. خليني أعيد هذا الفاصل الموسيقي اللي هو من مزورة 7، صار بهذا الشكل. نبلش من مزورة 17 اللي هون في عندي علامة إعادة للآخر عشان نعرف اللحن الثاني. مكتوب عندي إيقاعيا تتي تتي تا تي في تتي تا تا، فبدأ تصير بهذا الشكل مع النوات ري لا 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 صو لا سي لا صول فا صول. نحاول نعزفها 3 4. آخر 3 مواتير مكتوب عندي إيقاعيا تتي تا تي في تتي تتي تا فا تي في تا، مع النوات فا صول لا صول فا مي صول صول مي فا صول فا مي ري. نحاول نعزفها 1 2. صار اللحن الثاني اللي هو من مزورة 17 بهذا الشكل 1 2. نجي نتطلع، صار لحن الدلعونة، بدي أعزف المقطوعة من أولها بهذا الشكل 1 2.